مرحبا، صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع مشاهدي قناة الأخبارية. نعم، أيضا جاء إطلاق وحدة التطوع بجمعية نور نجران النسائية للمساهمة في غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، أيضا تفعيل هذا المفهوم لما له من دور في التنمية الوطنية. جمعية نور نجران النسائية إحدى جمعيات منطقة نجران المتخمة دائما بالمبادرات الفاعلة. للحديث بشكل موسع استضيف معي عضو جمعية نور نجران النسائية الأستاذة لوجين الوادعي. أولا رحب فيك أستاذة لوجين معنا عبر شاشة قناة الأخبارية. ثانيا حدثينا عن إطلاق وحدة التطوع بالجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك أستاذ عبد الرحيم وجميع المتابعين والزملاء. يسعدنا أن أبشركم بتأسيس وحدة التطوع لدى الجمعية والمعتمدة من قبل معيار إدامة، المعيار الوطني للتطوع في المملكة. تعنى وحدة التطوع بخدمة المتطوعين والمتطوعات والعمل على إشراكهم وتطويرهم في مختلف المجالات ومع مختلف الجهات الرسمية. تم العمل مع المستشار الأستاذ حسين عواجي. هل هناك مؤشرات تم اعتمادها في وحدة التطوع لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال إطلاق هذه الوحدة؟ نعم، تم تصميم المعيار من قبل مركز التميز بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير المؤسسات غير الربحية وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية. كما تم تدشين الوحدة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2021. جميل. هناك الجمعية قامت على توفير مصادر الدخل لبعض الفتيات من ذوي الإعاقة، كيف كان ذلك؟ قامت الجمعية بتقديم مبادرة نوعية ومهمة جدا، وهي توظيف الفتيات ذوات الإعاقة، حيث تم توظيف 10 فتيات من ذوات الإعاقة، والهدف من ذلك هو العمل على إشراكهم أسوة بأقرانهم العاديين ومساعدتهم على توفير مصدر دخل لمساعدتهم على الاستقلالية في العيش. كما تم سعدنا وفوجئنا بالطاقات الرائعة. جميل. الجمعية أطلقت مؤخرا برنامج يسير، حدثينا عن هذا البرنامج بالتفصيل. بدعم من مؤسسة اللؤلؤة الوقفية أطلقت الجمعية برنامج يسير، والذي يهدف إلى مساعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة وتيسير وتسهيل الوصول لهم لمواعيدهم ممن لا تتوفر لديهم وسيلة نقل تعينهم على الذهاب من وإلى المكان المحدد، حيث تم تجهيز وتوفير سيارة مجهزة، ومع وجود مشرفات متخصصات يتم نقل ذوي الإعاقة من وإلى المكان المحدد بكل أمان بإذن الله تعالى. جميل، نتمنى لكم التوفيق دائما وابدا. شكرا لك. شكرا لك. إذا عبد الله، هذا كان حديث الأستاذة لوجين الوادعي عضو جمعية نور نجران النسائية، تحدثت عن إطلاق وحدة التطوع بجمعية نور نجران، أيضا تحدثت عن بعض المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا من الجمعية ومبادرة يسير، أيضا توظيف بعض الفتيات ذوي الإعاقة في جمعية نور نجران النسائية لمساعدتهم على تحسين الدخل وأيضا مساعدة أسرهم على العيش. نعود إليك عبد الله في الاستوديو بالصوت والصورة. شكرا جزيلا عبد الرحيم.